بتعرف إنه معدل عدد الكلمات في الصفحة الواحدة 250 كلمة؟ وبدك على الأقل 200 صفحة ليكون عندك كتاب؟ وعشان تجمع موسوعة بدك مش أقل من 20 كتاب؟ يعني أكتر من مليون كلمة. لتحمل هدول المليون كلمة معك على الجامعة عندك حل من 3 حلول: يا بدك تكون أينشتاين وتحفظهم، يا بتكبر الشنطة شوي وبتحملهم معك وين ما تروح، يا بتستخدم خدمة ويكيبيديا المجانية من أمنية اللي بتمكنك تتصفح موسوعة ويكيبيديا الضخمة مجاناً على موبايلك من غير ما ينخصم من رصيدك أو تكون مشترك بأي حزمة إنترنت. بكل بساطة ادخل على العنوان zero.wikipedia.org. أكثر من 11 مليار كلمة لأكثر من 280 لغة مختلفة صاروا بجيبتك الصغيرة. ويكيبيديا من أمنية. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال على 1333 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.omnia.com. خدمة التصفح المجاني لويكيبيديا متوفرة من خلال شراكة استراتيجية مع ويكيميديا.